السؤال الأول ريما كركي، هل أنت مع أو ضد التطبيع مع إسرائيل؟ إحنا مطبعين من زمان مع منظومة سرقت كل البلد. ستي كانت تقول جملة مع منظومة، أنا بحكي عن إسرائيل. ستي كانت أصلاً كلمة منظومة أنا بتعصبني، لأنه هيك بتلفلف الأسماء بضبهم، يعني عرفت؟ كلنا متخبى وراها. أوكي. ستي كانت تقول جملة كتير حلوة. شو هي؟ كانت تقول الإسرائيليين مش بس بإسرائيل. وين كمان هون؟ فيهم القريب وفيهم البعيد. فالبلد تنفض يعني. مش هيك نحن مطبعين مع ناس من زمان. طبعنا مع ناس دمروا البلد. عايشين معهم يعني، بس إذا عم تحكي على التطبيع بالصيغة مثل ما هي متعارف عليها. ليك أصحاب الحق سادة الأقدار يعني، اللي عنده حق ما بيقدر ينام عليه ويفوت بهيدي الليونه وهالبساطه. يعني انا ما بنسى بحياتي اذا بدي احكي على شيء كثير بسيط، مشهد الاولاد بانا عم ينسحبوا من تحت التراب، ما بقدر انسى هالشيء. عم بعطيك اكزامبل كثير بسيط، ما حاحكيك عن فلسطين اللي مفترض انه يعني كلياتنا يكون عندنا نوعا ما ضغط، وكل حدا بينقي اسلوب ضغطه على فكره. يعني هذا لا يعني انه مين طبع من العرب هو ضد القضيه الفلسطينيه، لا، انا بقولها هالشغله لو بدها تكلفني، يعني كل حدا عنده اسلوبه، بس نحن كلبنانيين عايشين بشكل مباشر ونحن انظلمنا بشكل مباشر، ما بدي احكي عن القضيه الفلسطينيه، خليني احكي عن لبنان. لبنان نحن انتهكنا بشكل مباشر. مش صار وقت انه خلص نقول انه عفى الله عما مضى وهات لنشوف مستقبل البلد؟ بناء على شو؟ ليك حتى التطبيع والسلام وكل هول الكلمات بيصيروا على اساس قوه، ما بيصيروا على اساس ضعف، بيصيروا مع اعتذارات، بيصيروا مع تعويضات، بيصيروا مع محاكمات، بيصيروا مع اشياء كثير، ما بيصيروا هيك بالليل وضحاها يعني. وحتى البلدان اللي طبعت على فكره شعوبها بعد ما كثير متاقلمه متقبلين طبعا، اقدم البلدان العربيه اللي طبعت، اقدم البلدان العربيه شعوبها ما قبلانه. يعني نفسيا ما قبلانه. بس كبلدان طبعين ايه، بس اذا ايفنتشولي يوما ما بدها تتغير الدنيا كلها، طبعا تتغير على اساس على القليله منطقي ومنصف. طيب نحن اخر الدول العربيه بتطبع مع اسرائيل برايك او لا؟ اخر اول ما كثير بهم، المهم على اي اساس؟ بس بالاخر شو رح يصير؟ المهم على اي اساس؟